سوسو اجي حدا يا اجي. تاني مدي ضربه لهنا. تاني مدي ضربه لهنا. اكيد لما مدي ضربه لهنا ماشي ولد الشعب. ضروري. حضرتو. تكون نقيه. شاركة ضعيفة. وري وري. روعة روعة روعة. حلوة حلوة. جايبين لنا قميص انا وعلي. مكتوب على كاتبين انا عم بضحك كاتبينه لانه مشاركه ضعيفه وكاتبين عنده بلا سؤال. بلا سؤال يعني قد افتي. ها لا 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 نتكلموا قدام الناس وقدام الدراري قدام كل شيء قدام مروان وقدام عبد الله. غنتكلموا ضروري انا وياك خلينا نوضحوا بزاف ديال الحوايج ان انا وياك بزاف فاهمين غلط والعالم فاهمين غلط وفاهمين انهم خاصمين وانه بيناتنا شي حاجه وانه بزاف ديال الحوايج غنشرحوها كامل الشيء غنشرحوا اليوم حنشرحوا امام قدام العالم وقدام الناس وقدام يعني في اشخاص هنا فاهميننا كمان غلط عايزين نصحح كل شيء اوكي حلو طولت نصبح نستنى هذا قال لي سميتو ريح مروان ريح ما بحب نسيم ما هو نوع بالحياه ما بحب حنان اجي أي برافو ماري نسيم اليوم كثير غنيت حلو حنان يعقد فيش فرق بينه وبين الأصلية داخلة فيها جارك فيها بعيد عن أهلك وبعيد عن أي شيء نحكوا بالمجمل حنحكي بالمجمل وحنحكي يعني كلام ولازم العالم كل شيء يعرفه وكاع الجزائريين وكاع المغاربه وكاع العالم العربي اولا اولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر كاع الجزائريين اللي قالوا فيا كلام زوين وانا نشكر ثاني الجزائريين والمغاربه اللي قالوا علينا بكل كلام مليح والدليل انهم يحبونا كامل يحبونا انا وياك انتي قلتي واحد الكلمه كنتي قلتي واحد الكلمه وقد الناس ما يفهموهاش فهمتي وانا عايز اوضح لكل شيء والجميع يعني جميع الجمهور ديالي ولا ديالك قلتي باللي انا نحبك وقلتيها غير هكاك يمكن انت قصده فيها شي حاجه اخرى ما نفهمش بصح يمكن انا عاطفي الحب كزميله وكاخت وكليه ومن اول يعني من اول اكاديميه كنا قراب مع بعضياتنا والناس بغاو هذا الشيء وحبوه وحبوا صداقتنا انا وياك واخوتنا انا وياك وكنبغي نقول لكاع اللي لامني حتىش تقررت انا لامني تسمعني كاع اللي لامني حنت كانت عنده وجهه نظر وكان هو فاهم غلط نحب حد ما فاهمك انت على فكره طيب انه كاع اللي لامني انه اللي لامو يعني اللي لامني انا فهمتك راك في ناس ما بتفهمش كاع اللي لامني في واحد الفتره انني ما بقيتش كنركز في الصفوف ديالي انني غادي في طريق غلط فعلا لانني كنت تقربت من سهيله بزاف علاش لان سهيله كتفهمني وسهيله بنت زير وعندنا لغه يعني لغه متشابهه انا وياها وحنا خوت وكتفهمني ولقيت فيها اختي اللي ما لقيتهاش اللي ما عنديش وكنبغي نقول انني ما كنمشيش يعني ما جايش هنا باش ندير شي حاجه او باش نبغي او باش نحب او باش ندير شي حاجه هادشي اللي بغيت نوصل انني كاول شاب مغربي فهمتيني كنتكلم على راسي حنان كاين بزاف كاميرات كان وحياه الله كان كاول شاب مغربي تمسخر معاك حاولت نشرف بلادي وحاولت نعطي صوره يعني على الشباب المغاربه ككل وان سهيله ما بيني وبينها غير اخوه وغنبقى واقف جنبها وغتبقى واقفه بجنبي وتبقى علاقتنا زوينه والجمهور ديالك يبغيني والجمهور ديالك يبغيها يعني وهاد يعني ما بغيتش من هنا لقدام يعني من هنا الايام الجايه يتجبد شي موضوع بيني وبين سهيله يعني
اي علاقه حب او ما كاينش هادشي نهائيا. وهي غتقول لكم هاد الهضره وغتاكد لكم اننا انا بيني وبينها غير اخوه وبس وصداقه وغتبقى هنايا. وحنايا شرفنا العالم العربي شرفنا المغرب والجزائر وبين ان المغرب والجزائر اصدقاء واخوه. وهادشي كيبان في هاد الصور كيبان في لي بوبليكاسيون في تويتر كيقولوا بان المغرب والجزائر خوت. وحنا جايين هنا لستار اكاديمي باش نولوا اخوه واصدقاء وجايين باش نحققوا حلمنا ثانيا وباش ما نولوش اعداء. وكنبغي نقول ان انيس وسهيلة خوت وان ولو ونسيم كمان لا انا كان اللي وقع بيناتنا سوء تفاهم عايزين نوصل كل شيء وبيني وبين سهيلة انا كمان ما في اي شيء سوء تفاهم و لا لا ما تقول وان مروان يعني كان بيناته سوء تفاهم ان مروان وسهيلة كمان خوت وحنا كنا خوت مع بعضياتنا وحنا هنايا حنا خوت ومنافسين منافسه شريفه صح وحنا هنا على قبل الحلم ديالنا مع على قبل اي حاجه وان شاء الله نشرفوا بلادنا وان شاء الله نكونوا هضر عليك شكون نكون عاد المسؤوليه ونكون عاد قد المسؤوليه ضلنا كلنا اصحاب ان شاء الله يا ربي ما يجيناش تويتات ان هذا كيبغي هذا وان هذا كيبغي هذا وهذا كيحب هذا وان هذا صراحه الناس كلنا نحبوا بعضنا احنا كلنا كنحبوا بعضنا وحنا ما جيناش على قبل باش نتحابوا اصلا لان هادشي كتبقى امور شخصيه ونقدروا نديروها برا الاكاديميه وهنا حنا خوت وما بس سوري نحن ما تلومونا يعني اذا بتلاقونا بنحب بعضنا كثير نحن عائله بناكل مع بعض وبننام مع بعض وبننام يعني بنفس وقت يعني بننام بنفس الوقت اللي بننام فيه ليش واحد ليش توني انا تقربت سهيله وليت تقربت مني في واحد الفتره فهذا يعني اننا عائلة تفاهم لهجة بعضنا مش أكثر وتفاهمنا بزاف وأن هادشي كيظهر أننا الناس كيبغونا أنا وسهيلة نبقاو مع بعضياتنا كخوت وكزملاء وهادشي كيشرفني وهادشي كي كي يعني كيفرحني وميرسي للتوأم إيهاب وسهيلة وهادشي كيفرح بزاف أن سميتنا أنا وسهيلة تبان في أطفال يعني طالعين وأننا خاوة نكون وفخاوة وحنا خوت وحنا نبقاو ديما خوت وهادشي اللي بغيت نوصل لكم وأنني أنا وسهيلة ما مخاصمينش وما مزعلينش مع بعضياتنا أكيد يا حبيبتي أنت قلت لي من شوية لا مش جاي يا عم جي أنت قلت لي ما تجيش أنا قلت وصافي الشيء اللي بغيت نقول نترك لسهيلة حبيت نقول باللي الشيء اللي قالوا إيهاب كامل مليح ومادام لا اصلا انت قلتي كلمه زوينه احنا جيناش باش نتحابوا حتى الحب كيبقى امور شخصيه امور شخصيه باش نحققوا حلمنا جينا هنا باش نحققوا حلمنا وحنا جينا احنا اصلا باش نتحابوا كاخوه وكزملاء ماشي كحب كعاطفه لان العاطفه ما كيتنفعش الدار في الاكاديميه حيت العاطفه كتبقى امور شخصيه والدار من برا الاكاديميه ماشي هنايا هنا كخوت هنا كزملاء وحنا متشرفين وحنا ولد الجزائر هادشي اللي بغيت نوصل انا ولد الجزائر حنا ولد الجزائر المغرب ولد الجزائر خوت وتونس خوت والعالم العربي كله والله حماق الجزائر وعلى تونس وكاع حماق كلهم عليهم كان 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 محبتنا لبعضنا محبتنا لبعضنا اخوه لانه نحن بمدرسه كرفقه صفوفنا مع بعضنا كل شيء بنعمله مع بعضنا يعني ما في اي حدا بيعمل شيء الا ما الثاني بده يعرف وكلنا بنحكي بوش بعضنا ونحن بنقعد انا الجمهور انه كل حدا زعلان من الثاني بده يجي يحكي ما بقى حدا رح يجرب انا بدي اوصل للجمهور اللي عايز يبعث في السوشيال ميديا انه ما يبعثش حاجات يعني حب وعاطفه وكذا او ضد او كذا ما في انا بحب دينا بس لو بتحبونا قيمونا يعني نحن قيمونا نحن او ابعد يعني اعطوا رايكم فينا نحن مش كهذا بيحب هذا وهذا بيحب هذا انا ما فيش اصلا انا ما فيش اصلا اي حاجه نحن خوت مع بعضينا ونترك الكلمه لله الشيء اللي حكى فيه ايهاب اكيد ما راحش نعرضوا عليه لانه هذا هو الشيء صح ومادام في ناس فاهمه بانه عندنا صداقه وبيناتنا اخوه اكيد الناس الكل لازم تفهم هذا الشيء وسمعتوها منا ما سمعتوهاش من برا يعني بديتوا صح من عندنا نورمالمون هاك وحنايا غنبقاو انا وياها اصدقاء هنا وما غنفوتوش بعضياتنا والجزائري ما غنفوتش المغربي والمغربي ما غنفوتش الجزائري وحنا ديما مع بعضياتنا وانا نذكر انه من اول يوم جيت
قلت انه المغرب العربي لازم يتوحد، لانه شايفه انه هذا العام يستاهل انه ياخذها واحد من المغرب العربي، فرصه كبيره لنا. فمن الاحسن تبعثوا لنا حاجه انكم تشجعونا بكل وطلعونا في معنوياتنا. فاهم حاجه؟ صح صح. انا المغرب العربي يستحق انه حد ياخذ فعلا. فعلا انتوا يعني اقوياء السنه. وجينا وكلنا كلنا كنا ما كانش حاجه ضد الثاني. وماذا بكم الاحسن انكم ما تبعتوش انه فلان حكى وفلان عمل وفلان بيحب فلان، فلان بيحب وفلان بيكره فلان، احنا كامل بنحبه. والنيجاتيف خاصه في وانا اذا قلت فلان نحبه، في ناس كمان قالت عليا باللي نحبهم هنا في الاكاديمي، وانا قلت عليهم باللي نحبهم، مش معناتها اللي تطلع هذه الكلمه معناتها كما راكم مفكرين. لا، المهم انتم راكم تشوفوا مادام الناس فهمت باللي كاينه اخوه بيني وبين ايهاب وبيني وبين كل هنايا. اكيد فرصة. أنا دايما نقول يوم بعد غدوة بعد غدوة أننا نحكي، بصح اليوم حسيت أنها هي الفرصة أنه نعتذر من لهنا واللي برا. ممكن أنه زعفتهم، ممكن أنه زعفتهم، واللي هنا اللي زعفتهم نعتذر منهم قدام كل الناس ونقول لهم سمحوا لي، بالأخص 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 أخويا إيهاب. أنا مش زعلان من أنا مش زعلان منك. أنا اللي بتنوصله أننا حنايا أنا وياك ما غنتفارقوش، وان انا وياك صداقتنا واخوتنا غتبقى، وان هادشي هو اللي عاجبنا. طيب تقبل اعتذاري قدام الناس؟ علاش تعطي؟ لا تسني، علاش غتعتذري وانا اصلا ما كاين والو؟ ما فيش مشكل. انا حسيت روحي انه غلطت معك. ما غلطتي معايا في حتى حاجه، وانا كنقول لك اصلا ما كاين حتى حاجه. طيب صديقي نفحت لي نقول لك اعتذر. وانا هنا انا هنا يعني في اي حاجه احتاجيتيني انا، واي حاجه احتاجيتها اصلا كنقولها لك انتيا، حيت حنا اصلا خوت، وحنا اصلا بينا فعلا العربي ان ما فيش مشكله ما بين المغرب وبين الجزائر، بينا انا وياك، انا لانيس. Give me five. وبغيت نوصل ان ما فيش مشكله تماما.